اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. تدخلت مصالح الحماية المدنية أول أمس الثلاثاء ببلدية الحمدانية من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام ما بين شاحنتين بالطريق الوطني رقم 1 وبالضبط على مستوى مدخل بلدية الحمدانية، خلف إصابة شخص يبلغ من العمر 40 سنة، تم نقله إلى مصلحة الاستشفائية لتلقي العلاج. وللإشارة، إحدى الشاحنتين كانت محملة بمحصول القمح، ربي يعوضهم.